خروج أول دفعة من المدنيين من معمل أزوفستال وموسكو تتهم كييف بقصف مدنيين أوكرانيين في خرسون. رئيسا مجلسي النواب والشورى اليمنيين يصلان العاصمة المؤقتة عدن. جهاز الأمن العراقي يفكك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد. خرج 20 مدنياً من مجمع أزوفستال حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبل على البحر الأسود على أن يتوجهوا إلى زاباروجيا حسب ما أعلنت كتيبة أزوف التي تؤمن حماية الموقع. وقال نائب قائد كتيبة أزوف إن المدنيين 20 هم نساء وأطفال ونقلوا إلى مكان مناسب آملاً بإجلائهم إلى زاباروجيا الواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا. قتل وجرح عدد من المدنيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم إثر استهداف القوات الأوكرانية لمدرسة وروضة للأطفال ومقبرة لقريتين في منطقة خرسون. وبحسب ما نقلت وكالة الأعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية لم تذكر معلومات عن طبيعة الاستهداف وعدد القتلى والجرحى وطبيعة المكان بشكل مفصل، فيما لم يرد أي تعليق فوري من السلطات الأوكرانية. وكذلك وكالة رويترز لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من التقارير الواردة من الجانبين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا إن من أسمتهم النازيين الأوكرانيين يحضرون لاستفزازات جديدة تتمثل بتفجير سد نيكولايفسكي في منطقة دنيبرو بيتروفسك واتهام الجيش الروسي بذلك. مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي كشف أنه في حال تم تفجير السد في المدينة التي يقع فيها السد ستغرق إلى جانب البلدات المجاورة حيث يعيش أكثر من 45 ألف شخص، كما ستتضرر البنى التحتية ما سيترتب عليه تدهور الوضع الصحي وانتشار الأوبئة. قال مسؤولون أمريكيون ومحللون عسكريون إن تدفق المدفعية الغربية على أوكرانيا سيغير موازين الحرب مع روسيا ويؤدي لاندلاع معركة طاحنة مدعومة بأسلحة بعيدة المدى. وأضافوا في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست إن هذا الأمر سيؤدي إلى إجبار الجانبين لأن يصبحا أكثر ذكاء إذا كانا يأملان في تجنب وقوع أعداد كبيرة من القتلى في صفوفهما مع اشتداد القتال في شرق أوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه عقد اجتماعا مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كييف. وقالت بيلوسي في اللقاء إن لدى بلادها قناعة بأن الرئيس الأوكراني سيقوم بزيارة للولايات المتحدة لشكرنا على القتال من أجل الحرية. وأضافت بيلوسي إن أوكرانيا تخوض معركة من أجل الجميع وأن التزام أمريكا هو الوقوف بجانب أوكرانيا حتى ينتهي القتال. أطلع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نظيره الأوكراني خلال اتصال هاتفي على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة لدعم سيادة أوكرانيا. وكتب الوزير الأمريكي على حسابه في تويتر إنه شدد لنظيره ديمترو كوليبا على وحدة أراضي أوكرانيا في مواجهة حرب الكرملين غير المبررة على حد وصفه. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد خلال حديثه مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي التزامه مجددا أكثر من أي وقت مضى بتعزيز قدرات أوكرانيا وضمان فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق تعبيره. كما شدد جونسون على استمرار تقديم بريطانيا مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين المعدات التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم. أكد تقرير لمجلة فوربس إن بدء الدول الغربية تجميد الأصول الروسية في الخارج أظهر أن حجم الاستثمار الروسي شبه الحكومي في اليخوت الفاخرة والتي بناها الأوليغارش المقربون من بوتين مذهل. بحسب المجلة أنفقت روسيا المليارات لبناء أسطول من اليخوت استغلتها في تعزيز المصالح الروسية في الخارج، واستثمرت روسيا في السفن الفاخرة لأنها أدركت أن العائد من يخت فاخر كان أفضل بكثير من أي استثمار مماثل في منصة بحرية تقليدية أو منشأة دبلوماسية.
وكان أسطول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمثابة سفارات عائمة غير منظمة، استطاع الروس من خلاله الوصول إلى كل الأشخاص الذين احتاجتهم موسكو لتحقيق أشياء جيدة للدولة الروسية. لكن ذلك بات صعبا الآن بحسب المجلة، إذ أن اليخوت الروسية القليلة التي لم تصادر بعد بسبب العقوبات التي فرضت على روسيا تتسابق نحو الموانئ الروسية أو تبحث عن ملاذ لا يمكن أن تخضع فيه للمصادرة من قبل الغرب. وصل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة المؤقتة عدن، يرافقهم اللواء عبد الغني جميل أمين صنعاء. ومن المتوقع أن يصل رئيس أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى عدن بعد زيارة استمرت لعدة أيام للسعودية والإمارات. وسيواصل مجلس النواب اليمني جلساته بعد إجازة عيد الفطر للمصادقة على الموازنة العامة ومناقشة عدد من القضايا التي تم تشكيل لجان من الكتل البرلمانية لدراستها بعد منح الثقة للحكومة. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 6 ملايين حبة من الكبتاغون. بيان لجهاز الأمن العراقي أكد ضبط مستودع كبير لخزن المواد المخدرة جنوب غربي العاصمة بغداد، مضيفا أن المستودع ضبط بداخله أكثر من 6 ملايين حبة كبتاغون. كما أشار البيان أن العملية أسفرت عن توقيف 10 أشخاص بينهم 5 من جنسيات عربية. وذكر البيان أن المتهمين اعترفوا بعد التحقيق معهم بارتباطهم بشبكات دولية لتجارة المخدرات. تأتي هذه العملية في وقت باتت فيه قضية المخدرات تحديا خطيرا في العراق، خاصة في المناطق الحدودية مع إيران والتي باتت طريقا أساسيا لتهريب وتجارة المخدرات. بتوفيق من الله وفضله وبهمة رجال جهاز الأمن الوطني العراقي وبعد جهد استخباري، تمكنت مفارز جهازنا من توجيه ضربة قاصمة لتجار المخدرات، إذ استطاعت تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المواد المخدرة تتكون من 10 أفراد من جنسيات عربية وعراقية. يشكي أهالي مدينة تعز المحاصرة من ارتفاع أسعار السلع والملابس، خاصة ملابس الأطفال، وأن الأسعار أصبحت ضعف ما كانت عليه في السابق. لا يبدو الحال في هذا العيد أفضل مما سبق، الأوضاع الاقتصادية إلى مزيد من التدهور. ارتفاع الأسعار يشمل غالبية المنتجات ومنها الملابس فرحة الأطفال في العيد، حيث تضاعف سعرها أو أصبحت تباع بالعملة الصعبة. كل ذلك يأتي مع انقطاع الرواتب عن آلاف الموظفين في المحافظة وتدني مستوى الدخل نتيجة الحصار والحرب الحوثية على المدينة. عندي 4 أطفال، كست الواحد منهم ب100,000 وعادة ما كفتهمش، مع أنه شفت الأسعار كيف هي غالية. يعني جيت يخرج السوق شميز لحاله ممكن يقول لك 13,000 وما وأرخص شميز. طفلة واحدة ما قدرت أكفيها، كم رواتبنا كم دخلنا، ما فيش أزمة، إحنا بحرب وأزمة فوق هذا أزمة غلاء. تعجز مئات الأسر اليمنية من شراء احتياجات العيد الأساسية، البعض يشتري ما تيسر له ولو بقليل من الألعاب أو الشوكولاتة والمكسرات، فيما البعض الآخر يغادر الأسواق خائبا من ارتفاع أسعار أثقلت كاهل أكثر من 2 مليون نسمة في المدينة. بالرغم انك الان تشوف الاسواق مزدحمه مكتظه بالناس المشترين، بس الناس يشوفوا يروحوا. يعني هذا الموسم برعايه انك شوف لكن لا تشتريش، يعني يقولوا يتفرقوا بس. اما شراء السعر غالي بسبب تضارب العمله. نتعامل بالصرف السعودي، يعني تحسب كل يوم بيومه، مثلا اليوم الصرف بكم، تضرب القطعه بكم، تحسبها باليمني، وكذا يضر المواطن. تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد يفاطم المعاناة ويجعل وضع ملايين اليمنيين المعيشي أكثر تعقيدا. وما تعيشه تعز يعيشه اليمنيون في غالبية المدن، ويبقى الأمل بعيد مبارك وخير آت. هائل سعيد لقناة الحدث، تعز. في مصر ارتباط لا يتجزأ ووثيق بين عيد الفطر والكعك، لكن الأزمات كان لها كلمة السر في ارتفاع الأسعار.
عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا تأثر كحك العيد في مصر، لكن رباب زكي وأسرتها ما زالوا متمسكين بالعادات والتقاليد المتوارثة منذ أكثر من 1000 عام بعمل الكحك في المنزل، وإن كان هذا العام بكميات أقل من كل عام بسبب ارتفاع أسعار مكوناته الرئيسية من دقيق وسمن ومكسرات. 80% من واردات مصر من القمح من أوكرانيا وروسيا، الذي يعد المكون الرئيسي في عمل الكحك والمخبوزات، وانعكس بصورة واضحة على ارتفاع أسعاره هذا العام. لا يعني السنة اللي فاتت كانت طبعا أسعار أرخص من كده، يعني مثلا كانت المقادير كلها ما تكملش مثلا 100 جنيه، 150، لا السنة دي طبعا الضعف. دلوقتي حاجة غالية دلوقتي، فاحنا بنعمل حاجات يعني بس نفرح الولاد، بس على انه ده عيد داخل علينا عيد، يعني بنعمل مثلا حدود 2 كيلو، لكن السنة اللي فاتت او اللي قبليها او زمان كنا بنعمل بكميات كبيرة، يعني كنا بنعمل بالخمسة ستة سبعة كيلو. بعض المحال بدت شبه خالية تبحث عن زبائن برغم تزامن أعياد المسيحيين والمسلمين، إلا أن العامل الاقتصادي بسبب غلاء الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه وزيادة أسعار المحروقات أثرت على أولويات المواطنين وقدراتهم الشرائية. في التزامات بتبقى أقوى من موضوع لبس العيد والكلام ده، يعني مرتباتنا زي ما هي وارتفاع اسعار. طبعا لو واحد بيجيب كميه بيجيب نص الكميه دلوقتي. شغلي مقتدر الحمد لله، بس برضو جبت قطعتين بدلا من السنه اللي فاتت، 4 قطع جبت او 5 قطع كمان السنه اللي فاتت. اجواء العيد هذا العام اختلفت عن العامين الماضيين بسبب انحسار موجه الكورونا. والله هو السنه دي العيد تحفه، يعني انا حاسه ان هو ما فيش اي اختلاف، بس حاسه ان انا ناس مبسوطه السنه دي عن السنه اللي فاتت بكتير. بعض الأسواق الحكومية وفرت سلعاً بأسعار مخفضة، وبرغم الأحوال الاقتصادية وقرب الامتحانات تبقى فرحة العيد لدى الأسر المصرية التي ما زالت تتمسك بالعادات والتقاليد. رند أبو العزم، الحدث، القاهرة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ندعوكم لمتابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها. إلى اللقاء. مزاج شعبي عارم باتجاه احداث تغيير شامل على المستوى السياسي. هذه الاحتجاجات امتدت الى محافظات تونسيه اخرى. نحن نمر بادق اللحظات في تاريخ تونس. يا اخي خليه يقف هالتيار. هناك خطر حقيقي يهدد كيان الدوله. اليوم عيد الجمهوريه في تونس لن يكون يوما عاديا. انت وصفت التظاهرات اليوم بانها انتفاضه شعبيه، لماذا؟ هذا التدخل تم بعد استنفاذ كل طرق الحديث مع حركه النهضه. قرارات مهمه بالجمله يمكن ان نجيزها في 3 قرارات. القرار الاول تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. برأيك كيف يمكن اليوم لتونس أن تخرج من هذه الأزمة بأقل كلفة؟ كل منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر. حتى وإن كانت الظروف صعبة. سأذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. مراسلو الحدث. خروج
خروج أول دفعة من المدنيين من معمل أزوفستال، وموسكو تتهم كييف بقصف مدنيين أوكرانيين في خرسون. رئيسا مجلسي النواب والشورى اليمنيين يصلان العاصمة المؤقتة عدن. جهاز الأمن العراقي يفكك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد. خرج 20 مدنياً من مجمع أزوفستال، حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبول على البحر الأسود، على أن يتوجهوا إلى زاباروجيا حسب ما أعلنت كتيبة أزوف التي تؤمن حماية الموقع. وقال نائب قائد كتيبة أزوف إن المدنيين 20 هم نساء وأطفال، ونقلوا إلى مكان مناسب آملاً إجلاءهم إلى زاباروجيا الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا. إلى ذلك، قتل وجرح عدد من المدنيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم إثر استهداف القوات الأوكرانية لمدرسة وروضة للأطفال ومقبرة لقريتين في منطقة خرسون. وبحسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية، لم تذكر معلومات عن طبيعة الاستهداف وعدد القتلى والجرحى وطبيعة المكان بشكل مفصل، فيما لم يرد أي تعليق فوري من السلطات الأوكرانية. وكذلك وكالة رويترز لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من التقارير الواردة من الجانبين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن من أسمتهم النازيين الأوكرانيين يحضرون لاستفزازات جديدة تتمثل بتفجير سد نيكولايفسكي في منطقة دنيبرو بيتروفسك واتهام الجيش الروسي بذلك. مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي كشف أنه في حال تم تفجير السد في المدينة التي يقع فيها السد، ستغرق إلى جانب البلدات المجاورة حيث يعيش أكثر من 45 ألف شخص، كما ستتضرر البنى التحتية، ما سيترتب عليه تدهور الوضع الصحي وانتشار الأوبئة. قال مسؤولون أمريكيون ومحللون عسكريون إن تدفق المدفعية الغربية على أوكرانيا سيغير موازين الحرب مع روسيا ويؤدي لاندلاع معركة طاحنة مدعومة بأسلحة بعيدة المدى. وأضافوا في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست إن هذا الأمر سيؤدي إلى إجبار الجانبين لأن يصبحا أكثر ذكاء إذا كانا يأملان في تجنب وقوع أعداد كبيرة من القتلى في صفوفهما مع اشتداد القتال في شرق أوكرانيا. We'll be right back.
قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه عقد اجتماعا مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كييف. وقالت بيلوسي في اللقاء إن لدى بلادها قناعة بأن الرئيس الأوكراني سيقوم بزيارة للولايات المتحدة لشكرنا على القتال من أجل الحرية. وأضافت بيلوسي إن أوكرانيا تخوض معركة من أجل الجميع، وأن التزام أمريكا هو الوقوف بجانب أوكرانيا حتى ينتهي القتال. أطلع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نظيره الأوكراني خلال اتصال هاتفي على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة لدعم سيادة أوكرانيا. وكتب الوزير الأمريكي على حسابه في تويتر إنه شدد لنظيره ديمترو كوليبا على وحدة أراضي أوكرانيا في مواجهة حرب الكرملين غير المبررة على حد وصفه. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد خلال حديثه مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي التزامه مجددا أكثر من أي وقت مضى بتعزيز قدرات أوكرانيا وضمان فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق تعبيره. كما شدد جونسون على استمرار تقديم بريطانيا مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين المعدات التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم. أكد تقرير لمجلة فوربس إن بدء الدول الغربية تجميد الأصول الروسية في الخارج أظهر أن حجم الاستثمار الروسي شبه الحكومي في اليخوت الفاخرة والتي بناها الأوليغارش المقربون من بوتين مذهل. بحسب المجلة، أنفقت روسيا المليارات لبناء أسطول من اليخوت استغلتها في تعزيز المصالح الروسية في الخارج. واستثمرت روسيا في السفن الفاخرة لأنها أدركت أن العائد من يخت فاخر كان أفضل بكثير من أي استثمار مماثل في منصة بحرية تقليدية أو منشأة دبلوماسية. وكان أسطول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمثابة سفارات عائمة غير منظمة استطاع الروس من خلاله الوصول إلى كل الأشخاص الذين احتاجتهم موسكو لتحقيق أشياء جيدة للدولة الروسية، لكن ذلك بات صعبا الآن. بحسب المجلة، إذ أن اليخوت الروسية القليلة التي لم تصادر بعد بسبب العقوبات التي فرضت على روسيا تتسابق نحو الموانئ الروسية أو تبحث عن ملاذ لا يمكن أن تخضع فيه للمصادرة من قبل الغرب. اتهم الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو المفرج عنه من السجون الأمريكية بعد 12 عاما قضاها محتجزا في الولايات المتحدة الأمريكية، اتهم السلطات الأمريكية بممارسة وسائل متعددة من التعذيب بحقه. وأضاف الطيار الروسي أن صحته تدهورت خلال فترة احتجازه في السجون الأمريكية، مؤكدا تعرضه لمعاملة سيئة للغاية. السلطات الأمريكية دمرت صحتي، لذلك هناك أشياء يمكن الحديث عنها وهناك حقائق يمكن ذكرها. ماذا فعلت السلطات الأمريكية بي خلال 12 عاما منذ لحظة اختطافي؟ التعذيب بدأ من اللحظات الأولى، التعامل كان سيئا للغاية في السجون الأمريكية. وصل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة المؤقتة عدن، يرافقهم اللواء عبد الغني جميل أمين صنعاء. ومن المتوقع أن يصل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى عدن بعد زيارة استمرت لعدة أيام للسعودية والإمارات. وسيواصل مجلس النواب اليمني جلساته بعد إجازة عيد الفطر للمصادقة على الموازنة العامة ومناقشة عدد من القضايا التي تم تشكيل لجان من الكتل البرلمانية لدراستها بعد منح الثقة للحكومة. أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل 4 أشخاص السبت، ما يرفع عدد ضحايا العنف القبلي في ولاية غرب دارفور إلى 200 قتيل. في الأثناء
أكد رئيس اللجنة السيادية للوقوف على الأحداث بالولاية عبد الباقي عبد القادر السيطرة على الوضع الصحي. وأطلعت اللجنة المختصة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على نتائج الزيارة التي شملت مواقع الأحداث في الجنينة ومحلية كرينك. وإن شاء الله ربنا يهدي سير الناس أهل مفروض تكونوا يا جماعة، والناس حتى لو مهما كان تكون أخوان مهما كان. أنا عزي كان جيت أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 6 ملايين حبة من الكبتاغون. بيان لجهاز الأمن العراقي أكد ضبط مستودع كبير لتخزين المواد المخدرة جنوب غربي العاصمة بغداد، مضيفا أن المستودع ضبط بداخله أكثر من 6 ملايين حبة كبتاغون. كما أشار البيان أن العملية أسفرت عن توقيف 10 أشخاص بينهم 5 من جنسيات عربية. وذكر البيان أن المتهمين اعترفوا بعد التحقيق معهم بارتباطهم بشبكات دولية لتجارة المخدرات. تأتي هذه العملية في وقت باتت فيه قضية المخدرات تحديا خطيرا في العراق، خاصة في المناطق الحدودية مع إيران والتي باتت طريقا أساسيا لتهريب وتجارة المخدرات. شهدت محافظة درعا جنوب سوريا خلال اليومين الماضيين أكثر من 9 عمليات اغتيال وقتل استهدفت ضابطا من قوات النظام السوري وعناصر سابقة في المعارضة وأحد المتهمين بتجارة المخدرات في المنطقة. هذا ويقوم عناصر من النظام بفرض إجراءات أمنية مشددة على سكان المنطقة على الحاجز الواصل بين بلداته وبصر الحرير في ريف محافظة درعا الشرقي. وبحسب ناشطين فإن عناصر الحاجز يسحبون البطاقات الشخصية من المواطنين بهدف استفزاز أصحابها وإرغامهم على دفع أتوات مالية. كما تمارس قوة النظام إجراءات أمنية جديدة على الحواجز داخل مدينة درعا المحطة والمدن الكبرى التي دخلت في التسويات. كشفت مصادر الحدث آخر تطورات ملف قيادات الإخوان في تركيا وأكدت أن رجال أعمال الجماعة بدأوا يصفون استثماراتهم بعد أن سحبت إقامات عشرات الأشخاص التابعين للجماعة. كما باع الكثير من عناصر الجماعة منازلهم في تركيا منذ أسبوعين تمهيدا للسفر إلى أوروبا. وأكدت المصادر أنه قبل حلول سبتمبر المقبل سيغلق الإخوان كافة استثمارات الخاصة والجمعيات الأهلية والشركات التابعة لهم ونقلها إلى مكان آخر، بالإضافة إلى إغلاق كافة المراكز البحثية التابعة للإخوان في تركيا في يونيو المقبل. ورفضت أنقرة طلبات العشرات من عناصر الجماعة الأسبوع الماضي لتجديد إقامتهم وحصلوا على رفض أمني. كما طلبت مجموعات من شباب الجماعة بتوقيع تعهد بعدم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على مصر والترحيل المباشر لمن لا يلتزم، بالإضافة إلى وضع قيود جديدة على الأموال التي تحول لعدد من شباب الإخوان الذين لا تزال إقاماتهم سارية.
لا تزال أصداء مسلسل الاختيار متفاعلة في الشارع المصري. الحلقات الأخيرة كشفت النصائح الموجهة لقيادات الإخوان منذ الفترات الأولى لحكمهم لمصر. اللي يخاف ما يحكمش. أنا طبعاً لا 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 معلش لا لا مش هتدخل الكلمة دي أنا دايما أقولها عباس. بنبرة هادئة وحازمة يوجه السيسي نصيحة للقيادي الإخواني خيرة الشاطر بعدم الخوف أو التردد وضرورة الخوض بشجاعة لمواجهة مصر ما تعانيه من مشاكل حقيقية. التسريب الجديد لمسلسل الاختيار يكشف صدق القيادة العسكرية بتوجيه النصائح للجماعة وقادتها فيما تواجهه مصر من أزمات، وهو ما يتناقض مع كل ما رددته الجماعة من خلال أعضائها ومنصاتها المختلفة أن سبب فشلهم في الحكم هو تعرضها لمؤامرات ومكائد من باقي مؤسسات الدولة. حتى اللحظة الأخيرة قبل 30 يونيو مباشرة كان يقول لهم تعاملوا اطرحوا مبادرة، وأتصور أنه لو كان الأمر بيد الدكتور محمد مرسي وحده ربما لنجح في إقناعه بتقديم مبادرة، لكن المشكلة كانت في تدخل مكتب الإرشاد وإدارته للمشهد برمته. نصائح شبه يومية للإخوان المسلمين، وبالمناسبة هذه النصائح ليست من الجيش فقط، من كل أجهزة الدولة المعنية إضافة حتى إلى رفقائهم هم. حضرتك لازم تطرح مبادرة واضحة وصادقة للتصالح مع كل القوى السياسية. الأحداث الأخيرة للمسلسل وثقت حرص وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بتوجيه النصائح للقيادة السياسية حتى قبل أيام من ثورة 30 يونيو. السيسي طلب من مرسي بشكل مباشر بضرورة طرح مبادرة رئاسية للحوار الوطني من أجل تهدئة الأوضاع. مرة جديدة تؤكد الوقائع أن قيادات الجماعة في مكتب الإرشاد هي من رفضت كل سبل الاحتواء مراهنة على نجاحها في أي مواجهة مع المعارضة المدنية. المسلسل وضح تماما الفكرة اللي كانوا عايزين يوصلوها بشكل الحقيقة تراكمي، لكن كان واضح فكرة إن هو الترهيب بفكرة الاحتراب الأهلي، إن الدولة فيها حالة من الحراك وحالة من الوقفات، ولما تحول هذه الوقفات اللي سلمية لحد ما مطلبية لحد بدرجة أو بأخرى إنك تحولها لحالة ظاهرة انتشار السلاح وفوضى السلاح. ومع اقتراب المسلسل من نهايته فإنه قد نجح في تذكير المصريين بأجواء القلق والخوف التي عاشوها في هذه الفترة، كما أنه قد نجح أيضا في تعريف الأجيال الجديدة من المصريين عن حقيقة ما دار في تاريخ بلدهم منذ ما يقرب من عقد من الزمان. أحمد عثمان، الحدث، القاهرة. لم تقتصر ردود الأفعال في مصر وإنما امتدت إلى السودان. الحدث استطلعت آراء النقاد حول التشابه بين الأسرار التي كشفها مسلسل الاختيار 3 وسلسلة الأسرار الكبرى التي قدمتها العربية الحدث من قبل حول نظام حكم الإخوان في السودان. فخامة الرئيس، أنا عندي اقتراح ممكن يخرجنا من الأزمة ديت. ريت أفندم مالكش دعوة بالجماعة، مش قصدي يعني ان حضرتك تعاديهم، لا لا لا، يعني بقول نحط النقط على الحروف، مكتب الارشاد في مكانه والرئيس بيدير الدولة. كل الوزراء الاتحادية والولائية حركة إسلامية، وزراء الدولة حركة إسلامية، مديري المؤسسات وحكومة حركة إسلامية، كل مفاصل الدولة عند الحركة الإسلامية. مشهد يفتح الباب لمقاربات بين نظام حكم الإخوان في مصر والسودان، وهذا ما كشفت عنه تسريبات مسلسل الاختيار 3 ومن قبلها حلقات الأسرار الكبرى الذي بث من قبل على شاشة العربية. تعدد مراكز اتخاذ القرار ما بين قيادة الجماعة والسلطة التنفيذية والسعي وراء التمكين ومحاولات السيطرة على المنظومة الأمنية والعسكرية، مشتركات قرأت بين سطور سيناريو المسلسل بحسب بعض المراقبين. سلطة الحزب أو سلطة التنظيم اللي في مصر كانت سلطة المرشد الممكن يدور الحكومة كلها، الملامح دي ظهرت في المسلسل، وفي السودان كان في شبيه لها من خلال الثلاثة مفاهيم مفهوم الوطن، قضية التمكين، إعادة أسلمة المؤسسات وترتيبها من الأول، دي ظهرت في الثلاثة حتات. خدوا أكثر من 8 مليون. في تقدير بعض المتابعين فإن مسلسل الاختيار 3
وثق لتجربة حكم الإخوان في مصر، وأزاح الستار عن شكل الممارسة السياسية والأفكار التي ترتكز عليها الجماعة في إدارة الدولة وتعزيز روح الانتماء إليها، صورة متطابقة مع ما كان يحدث في السودان خلال 30 عاما حكم فيها السودان بذات المنهج. لاحظنا في الاختيار بعض الإشكالات التي بدأت تظهر في مصر وكانت حادثة في السودان، اللي هي تقديم الانتماء للجماعة على حساب الانتماء للوطن، التجاوز القطري لخدمة الأجندة الأخوان المسلمين في كل بقاع العالم بغض النظر عن المصلحة الوطنية. مقاربة أخرى انتبه إليها البعض، وهي أن آخر أيام نظام الإخوان في مصر تشبه تماماً ما حدث في السودان الذي انتهى نظام الحكم فيه بثورة أسقطت نظاماً تمكن من مفاصل الدولة لثلاثة عقود. ما بين الأسرار التي كشف عنها مسلسل الاختيار 3 والأسرار الكبرى التي كشفت عنها العربية من قبل، يبقى السؤال الجوهري: هل هذا كل ما لدى الجماعة من أسرار؟ محمد عثمان، الحدث، الخرطوم. يشكي أهالي مدينة تعز المحاصرة من ارتفاع أسعار السلع والملابس، خاصة ملابس الأطفال، وأن الأسعار أصبحت ضعف ما كانت عليه في السابق. لا يبدو الحال في هذا العيد أفضل مما سبق، الأوضاع الاقتصادية إلى مزيد من التدهور. ارتفاع الأسعار يشمل غالبية المنتجات ومنها الملابس فرحة الأطفال في العيد، حيث تضاعف سعرها أو أصبحت تباع بالعملة الصعبة. كل ذلك يأتي مع قطع الرواتب عن آلاف الموظفين في المحافظة وتدني مستوى الدخل نتيجة الحصار والحرب الحوثية على المدينة. عندي 4 أطفال، كست الواحد منهم ب100,000 وعادة ما كفتهمش، مع أنه شفت الأسعار كيفهن غالية. يعني جيت يخرج السوق شميز لحاله ممكن يقول لك 13,000 وما وأرخص شميز. طفلة واحدة ما قدرت أكفيها، كم رواتبنا كم دخلنا، ما فيش أزمة، إحنا بحرب وأزمة فوق هذا أزمة غلاء. تعجز مئات الأسر اليمنية من شراء احتياجات العيد الأساسية، البعض يشتري ما تيسر له ولو بقليل من الألعاب أو الشوكولاتة والمكسرات، فيما البعض الآخر يغادر الأسواق خائبا من ارتفاع أسعار أثقلت كاهل أكثر من 2 مليون نسمة في المدينة. بالرغم أنك الآن تشوف الأسواق مزدحمة مكتظة بالناس المشترين، بس الناس يشوفوا يروحوا. يعني هذا الموسم برعاية أنك شوف لكن لا تشتريش، يعني يقوا يتفرقوا بس. أما شراء السعر غالي بسبب تضارب العملة. نتعامل بالصرف السعودي، يعني تحسب كل يوم بيوم، مثلا اليوم الصرف بكم، تضرب القطعة بكم، تحسبه باليمني، وكذا يضر المواطن. تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد يفاقم المعاناة ويجعل وضع ملايين اليمنيين المعيشي أكثر تعقيدا. وما تعيشه تعز يعيشه اليمنيون في غالبية المدن، ويبقى الأمل بعيد مبارك وخير آت. هائل سعيد لقناة الحدث، تعز. في مصر ارتباط لا يتجزأ ووثيق بين عيد الفطر والكعك، ولكن الأزمات كانت لها كلمة سر في ارتفاع الأسعار. عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا تأثر كحك العيد في مصر، لكن رباب زكي وأسرتها ما زالوا متمسكين بالعادات والتقاليد المتوارثة منذ أكثر من 1000 عام بعمل الكحك في المنزل، وإن كان هذا العام بكميات أقل من كل عام بسبب ارتفاع أسعار مكوناته الرئيسية من دقيق وسمن ومكسرات. 80% من واردات مصر من القمح من أوكرانيا وروسيا، الذي يعد المكون الرئيسي في عمل الكحك والمخبوزات، وانعكس بصورة واضحة على ارتفاع أسعاره هذا العام. لا يعني السنة اللي فاتت كانت طبعا أسعار أرخص من كده، يعني مثلا كانت المقادير كلها ما تكملش مثلا 100 جنيه 150، لا السنة دي طبعا الضعف. الوقت حاجة غالية دلوقتي،
فاحنا بنعمل حاجات يعني بس نفرح الولاد بس على انه ده ان ده عيد داخل علينا عيد. يعني بنعمل مثلا حدود 2 كيلو، لكن السنه اللي فاتت او اللي قبليها او زمان كنا بنعمل بكميات كبيره، يعني كنا بنعمل بالخمسه سته سبعه كيلو. بعض المحال بدت شبه خاليه تبحث عن زبائن برغم تزامن أعياد المسيحيين والمسلمين، إلا أن العامل الاقتصادي بسبب غلاء الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه وزيادة أسعار المحروقات أثرت على أولويات المواطنين وقدراتهم الشرائية. في التزامات بتبقى أقوى من موضوع لبس العيد والكلام ده، يعني مرتباتنا زي ما هي وارتفاع اسعار. طبعا لو واحد بيجيب كميه بيجيب نص الكميه دلوقتي. شغلي مقتدر الحمد لله، بس برضو جبت قطعتين بدلا من السنه اللي فاتت، اربع قطع جبت او خمس قطع كمان السنه اللي فاتت. اجواء العيد هذا العام اختلفت عن العامين الماضيين بسبب انحسار موجه الكورونا. والله هو السنه دي العيد تحفه، يعني انا حاسه ان هو ما فيش اي اختلاف، بس حاسه ان انا ناس مبسوطه السنه دي عن السنه اللي فاتت بكتير. بعض الأسواق الحكومية وفرت سلعاً بأسعار مخفضة، وبرغم الأحوال الاقتصادية وقرب الامتحانات تبقى فرحة العيد لدى الأسر المصرية التي ما زالت تتمسك بالعادات والتقاليد. رند أبو العزم، الحدث، القاهرة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. ندعوكم لمتابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها. إلى اللقاء. ست صواريخية من استهدفت مطار بغداد الدولي. يبدو أن العراق دخل حالة انسداد سياسي بعد إعلان نتائج انتخابات إيران. ما الذي تسعى إليه بخصوص نتائج الانتخابات وأيضا البدء في تشكيل الحكومة؟ نحن الآن متواجدين بشكل خاص وحصري هنا على المدرج الرئيسي لمطار بغداد الدولي. العراقيون يقولون لإيران لا نريد أن نحكم من عباءة وعمامة. إلى أي حد تستطيع إيران أن تتابع بنفس السلوك؟ هذه الحكومة سوف تكون لا مطبخا عراقيا، لا نريد أن يكون هناك تدخلات خارجية. أسبوعين يفرضون الطوارئ، سيكون وضع العراق مختلف عن ما قبله. من هي هذه القوات؟ لماذا لا تسمونها صراحة؟ هل هناك اتهام لبعض الجهات السياسية؟ منذ 2003 وإلى حد الآن ما زلنا نعيش في ديمقراطية مقنعة. من أين يبدأ العراق في تحديد مساره القادم؟ قد تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا، إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم، مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي، دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. خروج أول دفعة من المدنيين من معمل أزوفستال وموسكو تتهم كييف بقصف مدنيين أوكرانيين في خرسون. رئيسا مجلسي النواب والشورى اليمنيين يصلان العاصمة المؤقتة عدن. جهاز الأمن العراقي يفكك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد. أهلا بكم.
خرج 20 مدنيا من مجمع أزوفستال حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبل على البحر الأسود على أن يتوجهوا إلى زاباروجيا حسب ما أعلنت كتيبة أزوف التي تؤمن حماية الموقع. وقال نائب قائد كتيبة أزوف إن المدنيين 20 هم نساء وأطفال ونقلوا إلى مكان مناسب آملا بإجلائهم إلى زاباروجيا الواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا. قتل وجرح عدد من المدنيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم إثر استهداف القوات الأوكرانية لمدرسة وروضة للأطفال ومقبرة لقريتين في منطقة خرسون. وبحسب ما نقلت وكالة الأعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية لم تذكر معلومات عن طبيعة الاستهداف وعدد القتلى والجرحى وطبيعة المكان بشكل مفصل، فيما لم يرد أي تعليق فوري من السلطات الأوكرانية. وكذلك وكالة رويترز لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من التقارير الواردة من الجانبين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن من أسمتهم النازيين الأوكرانيين يحضرون لاستفزازات جديدة تتمثل بتفجير سد نيكولايفسكي في منطقة دنيبرو بيتروفسك واتهام الجيش الروسي بذلك. مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي كشف أنه في حال تم تفجير السد في المدينة التي يقع فيها السد ستغرق إلى جانب البلدات المجاورة حيث يعيش أكثر من 45 ألف شخص، كما ستتضرر البنى التحتية ما سيترتب عليه تدهور الوضع الصحي وانتشار الأوبئة. قال مسؤولون أمريكيون ومحللون عسكريون إن تدفق المدفعية الغربية على أوكرانيا سيغير موازين الحرب مع روسيا ويؤدي لاندلاع معركة طاحنة مدعومة بأسلحة بعيدة المدى. وأضافوا في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست إن هذا الأمر سيؤدي إلى إجبار الجانبين لأن يصبحا أكثر ذكاء إذا كانا يأملان في تجنب وقوع أعداد كبيرة من القتلى في صفوفهما مع اشتداد القتال في شرق أوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه عقد اجتماعا مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كييف. وقالت بيلوسي في اللقاء إن لدى بلادها قناعة بأن الرئيس الأوكراني سيقوم بزيارة للولايات المتحدة لشكرنا على القتال من أجل الحرية. وأضافت بيلوسي إن أوكرانيا تخوض معركة من أجل الجميع وأن التزام أمريكا هو الوقوف بجانب أوكرانيا حتى ينتهي القتال. أطلع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نظيره الأوكراني خلال اتصال هاتفي على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة لدعم سيادة أوكرانيا. وكتب الوزير الأمريكي على حسابه في تويتر إنه شدد لنظيره ديمترو كوليبا على وحدة أراضي أوكرانيا في مواجهة حرب الكرملين غير المبررة على حد وصفه. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد خلال حديثه مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي التزامه مجددا أكثر من أي وقت مضى بتعزيز قدرات أوكرانيا وضمان فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق تعبيره. كما شدد جونسون على استمرار تقديم بريطانيا مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين المعدات التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم. أكد تقرير لمجلة فوربس إن بدء الدول الغربية تجميد الأصول الروسية في الخارج أظهر أن حجم الاستثمار الروسي شبه الحكومي في اليخوت الفاخرة والتي بناها الأوليغارش المقربون من بوتين مذهل. بحسب المجلة أنفقت روسيا المليارات لبناء أسطول من اليخوت استغلتها في تعزيز المصالح الروسية في الخارج، واستثمرت روسيا في السفن الفاخرة لأنها أدركت أن العائد من يخت فاخر كان أفضل بكثير من أي استثمار مماثل في منصة بحرية تقليدية أو منشأة دبلوماسية. وكان أسطول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمثابة سفارات عائمة غير منظمة استطاع الروس من خلاله الوصول إلى كل الأشخاص الذين احتاجتهم موسكو لتحقيق أشياء جيدة للدولة الروسية. لكن ذلك بات صعبا الآن بحسب المجلة، إذ أن اليخوت الروسية القليلة التي لم تصادر بعد بسبب العقوبات التي فرضت على روسيا تتسابق نحو الموانئ الروسية أو تبحث عن ملاذ لا يمكن أن تخضع فيه للمصادرة من قبل الغرب. وصل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة المؤقتة عدن
يرافقهم اللواء عبد الغني جميل أمين صنعاء. ومن المتوقع أن يصل رئيس أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى عدن بعد زيارة استمرت لعدة أيام للسعودية والإمارات. وسيواصل مجلس النواب اليمني جلساته بعد إجازة عيد الفطر للمصادقة على الموازنة العامة ومناقشة عدد من القضايا التي تم تشكيل لجان من الكتل البرلمانية لدراستها بعد منح الثقة للحكومة. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 6 ملايين حبة من الكبتاجون. بيان لجهاز الأمن العراقي أكد ضبط مستودع كبير لخزن المواد المخدرة جنوب غربي العاصمة بغداد، مضيفا أن المستودع ضبط بداخله أكثر من 6 ملايين حبة كبتاجون. كما أشار البيان أن العملية أسفرت عن توقيف 10 أشخاص بينهم 5 من جنسيات عربية. وذكر البيان أن المتهمين اعترفوا بعد التحقيق معهم بارتباطهم بشبكات دولية لتجارة المخدرات. تأتي هذه العملية في وقت باتت فيه قضية المخدرات تحديا خطيرا في العراق، خاصة في المناطق الحدودية مع إيران والتي باتت طريقا أساسيا لتهريب وتجارة المخدرات. بتوفيق من الله وفضله وبهمة رجال جهاز الأمن الوطني العراقي وبعد جهد استخباري، تمكنت مفارز جهازنا من توجيه ضربة قاصمة لتجار المخدرات، إذ استطاعت تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المواد المخدرة تتكون من 10 أفراد من جنسيات عربية وعراقية. يشكي أهالي مدينة تعز المحاصرة من ارتفاع أسعار السلع والملابس، خاصة ملابس الأطفال، وأن الأسعار أصبحت ضعف ما كانت عليه في السابق. لا يبدو الحال في هذا العيد أفضل مما سبق، الأوضاع الاقتصادية إلى مزيد من التدهور. ارتفاع الأسعار يشمل غالبية المنتجات ومنها الملابس فرحة الأطفال في العيد، حيث تضاعف سعرها أو أصبحت تباع بالعملة الصعبة. كل ذلك يأتي مع انقطاع الرواتب عن آلاف الموظفين في المحافظة وتدني مستوى الدخل نتيجة الحصار والحرب الحوثية على المدينة. عندي 4 أطفال كست الواحد منهم ب100,000 وعادة ما كفتهمش، مع أنه شفت الأسعار كيفهن غالية. يعني جيت يخرج السوق شميز لحاله ممكن يقول لك 13,000 وما وأرخص شميز. طفلة واحدة ما قدرت أكفيها، كم رواتبنا كم دخلنا، ما فيش أزمة، إحنا بحرب وأزمة فوق هذا أزمة غلاء. تعجز مئات الأسر اليمنية من شراء احتياجات العيد الأساسية، البعض يشتري ما تيسر له ولو بقليل من الألعاب أو الشوكولاتة والمكسرات، فيما البعض الآخر يغادر الأسواق خائبا من ارتفاع أسعار أثقلت كاهل أكثر من 2 مليون نسمة في المدينة. بالرغم انك الان تشوف الاسواق مزدحمه مكتظه بالناس المشترين، بس الناس يشوفوا يروحوا. يعني هذا الموسم برعايه انك شوف لكن لا تشتريش، يعني يقوا يتفرقوا بس. اما شراء السعر غالي بسبب تضارب العمله. نتعامل بالصرف السعودي، يعني تحسب كل يوم بيوم، مثلا اليوم الصرف بكم، تضرب القطعه بكم، تحسبه باليمني، وكذا يضر المواطن. تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد يفاطم المعاناة ويجعل وضع ملايين اليمنيين المعيشي أكثر تعقيدا. وما تعيشه تعز يعيشه اليمنيون في غالبية المدن، ويبقى الأمل بعيد مبارك وخير آت. هائل سعيد لقناة الحدث تعز. في مصر ارتباط لا يتجزأ ووثيق بين عيد الفطر والكعك، لكن الأزمات كان لها كلمة السر في ارتفاع الأسعار. عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا تأثر كحك العيد في مصر، لكن رباب زكي وأسرتها ما زالوا متمسكين بالعادات والتقاليد المتوارثة منذ أكثر من 1000 عام بعمل الكحك في المنزل، وإن كان هذا العام بكميات أقل من كل عام بسبب ارتفاع أسعار مكوناته الرئيسية من دقيق وسمن ومكسرات. 80% من واردات مصر من القمح من أوكرانيا وروسيا، الذي يعد المكون الرئيسي في عمل الكحك والمخبوزات، وانعكس بصورة واضحة
على ارتفاع أسعاره هذا العام؟ لا يعني السنة اللي فاتت كانت طبعا أسعار أرخص من كده، يعني مثلا كانت المقادير كلها ما تكملش مثلا 100 جنيه، 150. لا السنة دي طبعا الضعف. الوقت حاجة غالية دلوقتي، فاحنا بنعمل حاجات يعني بس نفرح الولاد، بس على انه ده عيد داخل علينا عيد، يعني بنعمل مثلا حدود 2 كيلو، لكن السنه اللي فاتت او اللي قبليها او زمان كنا بنعمل بكميات كبيره، يعني كنا بنعمل بالخمسه سته سبعه كيلو. بعض المحال بدت شبه خاليه، تبحث عن زبائن برغم تزامن أعياد المسيحيين والمسلمين، إلا أن العامل الاقتصادي بسبب غلاء الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه وزيادة أسعار المحروقات أثرت على أولويات المواطنين وقدراتهم الشرائية. في التزامات بتبقى أقوى من موضوع لبس العيد والكلام ده، يعني مرتباتنا زي ما هي وارتفاع اسعار. طبعا لو واحد بيجيب كميه بيجيب نص الكميه دلوقتي. شغلي مقتدر الحمد لله، بس برضو جبت قطعتين بدلا من السنه اللي فاتت، اربع قطع جبت او خمس قطع كمان السنه اللي فاتت. اجواء العيد هذا العام اختلفت عن العامين الماضيين بسبب انحسار موجه الكورونا. والله هو السنه دي العيد تحفه، يعني انا حاسه ان هو ما فيش اي اختلاف، بس حاسه ان انا ناس مبسوطه السنه دي عن السنه اللي فاتت بكتير. بعض الأسواق الحكومية وفرت سلعاً بأسعار مخفضة، وبرغم الأحوال الاقتصادية وقرب الامتحانات تبقى فرحة العيد لدى الأسر المصرية التي ما زالت تتمسك بالعادات والتقاليد. رند أبو العزم، الحدث، القاهرة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ندعوكم لمتابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها. إلى اللقاء.